2 أكتوبر 2023، واحد المنظر بانورامي في المغرب، نادي الوجود، مناظر جميلة. واخا هاد المناظر تيهتمو بها غير الغرب، العرب قليل فين يهتمو بها. شوف هاد المنظر شي مخرج عالمي والله تتبالو يجي هنا يصور، ولا يجي يقولك بيع لي هاد المقطع هذا. بحال داك الفيديو اللي درت عاوتاني في فيراج الريصانة، القطار بجانب التراكتور. هذاك راه دابا يشوفو شي مخرج، هذاك راه يطلب لي الثمن، يطلب له الثمن في خيالي، انه يديرو في شي فيلم ويدخل فيه الملاير. هو او ربي يسهل نديرو شي سكنة هنا في هاد النواحي. الأحياء الشعبية طلعت في الراس، عشاكم غير الشنكارة وقلة الحياة. أخرى هابطة ديال ناطور كازا، وهادي اللي طالعة ديال مراكش. دابا غنشدو هادي ولا غنشدو هادي؟ كرواز مو هنا، ربي مني تيسهل. ها مراكش هي، راه وقع شي غلط في التوقيت. هاسياندا بليزونس ويسلين ورحو، انا فيلات اليوم نور البرج. هادي تخيسة، وقت ما مريقلاش. هذا الوقت ديال التران ديال ناظور كازا هي ديال مراكش، ما فيهاش الفورغو ديال ناظور كازا، فيه الفورغو. يا الله المناظر، لو دو اكتوبر 2023، 2 أكتوبر 2023. المكنسي يقدم لكم التحية من أعماق القلب. عاش المغرب. اما انا صورت انا بالدرون عاوتاني، ناقصني غير الدرون هنايا، حاجه اخرى عاوتاني. ان شاء الله تيجي المخرج الامريكي ونتفاهم معاه، تفيشط عليه ديك الساعات، تفشش عليه.